كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. احنا اليوم في اطار الاحتفالات بالذكرى 47 للمسيره الخضراء المظفره، نظمت الغرفه الصناعه التقليديه جنين الصاغه الحمراء معرض جهوي بالتنسيق مع الشركاء. هذا المعرض يندرج في اطار تسويق المنتوجات المحليه والتعارف وتبادل الخبرات ما بين المهنيين، مع العلم بين مجموعه من المهنيين اللي شاركوا في هذا المعرض على صعيد المملكه. نذكر منهم قلميم، اسزاك، طنطان، اكادير، فاس، تارودانت، مراكش الى اخره، واحد مجموعه من العيون، السماره، الطرفاي. يعني هاي المجموعه من الحرفيين اللي شاركوا في هذا المعرض اللي كتشوفوا احنا اليوم تواجدوا في ساحه المعرض، وكذلك اليوم الرسمي لتنطلاق صاحب العام عفوا لهذا المعرض من اجل ترويج المنتوج المحلي. مرحبا بكم عندنا من مدينه بوجدور. اليوم تشرفنا بزياره الوفد الرسمي لمدينه بوجدور. مرحبا بكم، نتمنى تزورونا.